عليكم احبائي المتتبعين، وان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو تكونوا كامل بخير ولاباس عليكم انتم ووليداتكم يا رب العالمين. ان شاء الله اليوم نشوفوا مع بعض هذا الفيديو اللي هو رايحه نشارك معكم العشاء تاعي اليوم، اللي هو الخرشف باللحم كعادي العشاء العادي نتاعي. وعندي البريوش اللي هما خبيزات معمرين بالشوكولا. القهوه تاع الصباح الغدوه ان شاء الله يكونوا بردو، من الصباح يكونوا بردو وتعلكوا ويجيو شابين القهوه تاع الصباح. شوفوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه ان شاء الله. عندي اللحم كما راكم تشوفوا ها هو لهنا، وعندي الخرشف اللحم الخرشف، عندي هذه حبه بصل حبه طماطيش، وعندي كي نحط العشاء في الكوكوط راح نحط هاد نطيب هاد البريوش راكم تشوفوا. انا نحط هكذا كل شيء في خطره باش كيما نقولوا نوقف نوقف على مره، ندير العشاء وندير البريوش قدامي باش هو الصباح يصبح بارد والقهوه تاع الصباح. يعني وجدت هنايا صوالح البريوش، هنايا صوالح العشاء، عندي حطيت هنايا اللحم نتاعي كما تشوفوا مع البصل والطماطيش، نحط شويه زيت راح نخليه مليح مليح ونمرقه، نحط له شويه فلفل كحل، من بعد نحط له الملح شويه كركم. كما تعرفوا الخرشف اللحم بالخرشف فيه حب سكينجبير، نحط له سكينجبير شويه كميه مليحه، ونحط له الكركم فلفل كحل اللي حطيت والفلفل الاحمر، الفلفل الاحمر تاع محلو فلفل عكري تاع اليد، ونخلي اللحم يطيب يغلي واحد شويه هكذا مع الطياب، وانا نروح ننقي هذاك الخرشف راهو صغير طوق في الساعه يطيب لي مع اللحم هذا. اللحم يكون يغلي غير بلا ما نبلع عليه لا كوكو، نخلي غير هكذا نكون نقيت الخرشف ونحطه يطيب معاه باش ما يكحلناش. عندنا واحد التجربه انا اللي نديرها، عندي انايا هنايا شويه تاع الماء قبل اللي نحط فيه الخرشف، ونحط فيه شويه تاع الفارينة، نجبد نحط في هذا الماء واحد شويه تاع الفارينة باش ما يتحلناش هذاك الخرشف. ونزيدو شويه قارص باش نحكو به يدينا كما شفتوا الاصابع تاعنا كيفاش يوليو بالخرشف هكذا خطر خطر نحكو فيه هنا المكان. وانا عندي الكرافس نحبها في الخرشف، دوك نزيد لهم كرافس في الخرشف في الخرشف الثاني تجي شابه. بسم الله لا الخرشف تحبوا في الدار في البلوك. هذيك الفارينة الماء تاع الفارينة يقعد لنا بيد الخرشف ما يكحلش. انا من بعد اللي حطيت هذاك الخرشف نتاعنا راه في لاكوكوط كيما كنت سمت راه يطيب، انا جبت لهذاك البريوش بريوش على شكل خبيزات صغار ونعمروه من الداخل بالشوكولا كيما راكم تشوفوا. عندي هنايا 500 غرام تاع الفارينة راه مغربله بسم الله، عندي واحد مغرف تاع لاباني، وعندي مغرف تاع المطلة تاع الخميرة الفورية تاع الخبز،
لكم ساهل كل شيء راني رايحه نديرو حتى مره. عندي هنايا شويه تاع السكر، واحد تقريبا عندي 4 مغارف حتى 4 مغارف ونص نتاع السكر، نحطو كامل مع بعض كيف. عندي واحد الرشه نتاع الملح اختياريه كما نقولو. عندي هنا واحد القطره نتاع الخل، قطره تاع الخل دوك نحطها حتى للتالي كي تدوب العجينه في العجان. لكن دروك غير ما عنديش الوقت برك راح ليا الحال، راني رايحه نحطها في العجان سينو نخلطها غير بهذا المغرف ولا بيدي. هذا البريوش بالفارينة هذا ما يسحقش العجين، غير نخلطها جوج مرات ثلاثه حتى بدنا مع بعض المره اللي فاتت. لكن دروك انا رايحه نديرو على شكل خبيزات صغار بالشوكولا. بسم الله. هنا عندي واحد تقريبا 5 معالق تاع الاكل تاع الزيت زيت المائده بيها. وعندي هنايا حبة تاع البيض كاملة، واللي ما يحبش يدير البيض عادي كأنه يجي كيف كيف. عندي هنايا دوك غير أنا برك راني درت لاباني، بصح دوك نحب هاد البنة تاع القارص ولا تاع الليل دوك نحكو واحد شوية هكا. وعندي هنا كاس تاع الحليب كيما راكم تشوفو، عندي 20 سنتيلتر هنايا تاع الحليب كاس. هنا ما راه لا بارد لا دافي، راه بالغلبان تاعها فرغته. يجي ساهل كلش على مرة. هاو داك القارص نتاعنا ولا الليل. دوكا راني رايحة نحط هاد الكاس تاع الحليب، نحط واحد القطرة، هاد واحد القطرة برك تاع الخل. بس خلاص رانا رايحة نحطها في هداك العجان. أنا هنا نخلط هكذا قبل ما نحطها في العجان، غير باش هاديك الفرينة اللي من تحت متقولليش كي تحكم لنا العجينة. راني نحبس بيترا العجينة تاعنا هاي تخلطت كيما قلت لكم. شوفوا هذيك 500 غرام تاع الفارينة والكاس تاع الحليب خرجها لنا لا شكرا. راني رايحة نخليها تخلط كيما كنتو تشوفوا العجينة تاعنا راها خمرت. على الحق مازال نزيدو نخمروها المرة الزوجة، لهذا ما تطلبش خميرة بزاف، لكن راها خمرت. دوك راح نشكلوها كيما قلنا في زيت صغار. بسم الله. نكوروا العجينة تاعنا على حساب هكذا ونغمروها بالشوكولا. انا عندي هنايا ناقصة كما راكم تشوفوا هنايا نحط لها الشوكولا. صوفيا عندي هذه صوفيا نحبها بزاف، جات عندي واحد البنوته هنايا تهبل تهبل كتمت وحشتني. كنا في هذاك الحجر الصحي نديرها في هذه الكويرات هذو نديرهم هذه في السنيوه تاعي هنايا هذه الطلا تاع والله غير تلوت لي مع صوفيا هذه كي جاتني كنت وحشتها. دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه دوك حطيت لها الكويرات نتاعي. كما قلت لكم كنا مع هذاك الحجر الصحي وما شفتهاش مده طويله هذه البنوته هذه صوفيا اللي هي فرح صوفيا وفرح في نفس الوقت وتوحشتني بزاف توحشتني سنيت شوفي دقيقه
وحشتني بزاف، وكانت تقول لماما تقول لها راني نحلم نحلم نشوف نروح نشوف طاطا زهرة وعمو ابراهيم اللي هو الزوج نتاعي، وجاتني اليوم راني فرحانه بها. هادي هنا تحييكم نقول لهم السلام. سلام. ها هي ديري لهم هكذا، دير لهم ها هي. ها هي قالت لكم السلام. قول لهم نحبكم. نحبكم بزاف بزاف. انتما ترى المره الجايه ديروا هكا قناه. يا يسجيك. ها هي حبو. حطوا فيها كميه مليحه تاع الشوكولا، لان هاد البنوش هذا البنه تاعه الخبيزات في الشوكولا. نقصوها كما هكذا باش تلصقنا العجينه، ونجمعوها نجمعوها كامل باش ما تنحلناش في الماء الطيب هكذا. ونقصها شويه ودوك كي تخمر تولي تلصق. هكذا حتى نكملوا كامل العجينه تاعنا، غير نحلو ونعمروا فيها الشوكولا حتى تكمل. نعمرها بالشوكولا ونخليها تخمر على خاطرها. وهنايا عندي حبه تاع البيض كامله، عندي واحد شويه تاع الحليب، رايحه نزيدها واحد شويه تاع لافاني. على جال هذيك نزيد لها شويه تاع لافاني، هذيك ريحه تاع البيض، نخلطها مليح ونطليو هذيك الحلوه. كيما راكم تشوفوا راها بدات تخمر، رايحه نطليها كامل بالبيض ونخليها تخمر. ومن بعد كي نحب كي تخمر وباش ندخلها للفرن طيب، نعاود لها لا دوزيام فوا يعني المره الثانيه تاع البيض هكذا. لاشا تاعنا راهو طاب كما راكم تشوفوا، باقي لنا غير البريوش مازال ما طيبتو، مازال ما وجدش، دوك نوريه لكم. هذا هو الخرشف، طاجين الخرشف تاعنا باللحم، هذا هو راهو طاب ما شاء الله. نشوفوا كنت تشوفوا كيفاش طاب. طاب راه زبده، لان راني طيب شفتوا الطياب تاعه طاب زبده. اللحم تاعي راهو طايب، هذا هو العشاء تاعنا. ان شاء الله يعجبكم. ودرك نشوفوا مع بعض عاود البريوش تاعنا، خبيزات صغار بالشوكولا. البريوش
الكروش تاعنا تاع الخبيزات معمرين بالشوكولا كما راكم تشوفوا، خرجوا شابين، شوفوا خرجوا روعه. نحيو وحده نشوفوها من الداخل كيفاش خرجت لنا، راكم تشوفوا جات معمره بالشوكولا الداخل هذه هي، وجات طريه ومليحه والريحه تهبل. هذيك لافاني مع هذيك القارص هذيك طلق فيها، واش نقول لكم الريحه شابه، شوفوا مليحه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله بلاشه تاعنا تاع الخرشف، وهذا البرنوش تاعنا خبيزات معمرين بالشوكولا ان شاء الله يعجبوكم، ونقول لكم نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، ونتمنى تكملوا معايا لا فيديو وتعاونوني شويه في القناه، هاني محتاجتكم بزاف، ونقول لكم نحبكم بزاف، ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. بالسلامه عليكم.